Hong? Да. هذه أرض الاحتلال ناوي يفتح فيها شارع استيطاني للمستوطنين الغير شرعيين الموجودين على أراضينا أصلا. الفكرة أنهم يسرقوا حوالي بطول 10 كيلو على متر شارع جديد على منطقة في منطقتنا، بيقتلعوا فيها عشرات آلاف أشجار الزيتون المثمرة والمعمرة والأشجار الأخرى التي يعتاش منها المواطن الفلسطيني التي لا يوجد له مصدر رزق غير هذه الأشجار. نحن وقفنا هنا ونقول لهذا الاحتلال الغاشم أنه بكفيك غطرسة، بكفيك عربدة، لا نسمح لك بسرقة أراضينا، أراضي المزارعين، أراضي المواطنين الحقيقيين في هذه البلاد لإعطائها للمستوطنين الداخلين علينا من أقطار العالم. وعك على 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 מג"ב להעביר את כולם אחורה. אולי אנחנו ارجع يلا لورا بعد لورا